التحليل الإحصائي للانتخابات الأمريكية في 2020 قال إنه غالبية الجالية العربية والإسلامية اللي بيصل تعدادها لتقريبا 3.5 مليون أمريكي صوتت لصالح جو بايدن وللمرشحين بتوع الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ والنواب والمجالس النيابية للولايات وأيضا حكام الولايات. بعد 11 شهر من دلوقتي لما الانتخابات الأمريكية الجديدة تبدأ في نوفمبر 2024، هل العرب والمسلمين هيصوتوا لصالح جو بايدن مرة تانية؟ من دلوقتي بقول لكم لأ، لأن زعماء الجاليات العربية والإسلامية وخاصة فيما يسمى بالولايات المتأرجحة اجتمعوا في ميتشيغان، وهي طبعا من الولايات اللي فيها عدد كبير من العرب والمسلمين، عشان يتفقوا ازاي هينسقوا الجهود عشان يخلوا العرب والمسلمين واصدقائهم الامريكيين ما يصوتوش للرئيس جو بايدن مره تانية. الولايات المتارجحه هي الولايات اللي بتحدد المرشح الفائز في الانتخابات، لان هناك ولايات معروفه بانها ديمقراطيه زي كاليفورنيا زي نيويورك، بمعنى انه هذه الولايات تصوت دايما للرئيس الديمقراطي. في ولايات تانية معروف إنها جمهورية زي تكساس زي نبراسكا، لكن الولايات المتأرجحة هي الولايات اللي بيفوز فيها المرشح الرئاسي بعدد قليل جدا من الأصوات على المنافسين بتوعه، وبتكون في الولايات دي المنافسة صعبة جدا، محتدمة جدا، ساخنة جدا. أحيانا بتكون ولاية زرقاء يعني ديمقراطية، أو ولاية حمراء وهو اللون الجمهوري، وفارق الأصوات ما بيزيدش في بعض الأحيان عن 500 ما بين المرشحين، وبالتالي هي الولايات الحاسمة اللي هي الولايات المتأرجحة. بالفعل اجتمع زعماء العرب والمسلمين من كل الولايات المتأرجحة، ميتشيغان، مينيسوتا، أريزونا، ويسكنسن، فلوريدا، جورجيا، نيفادا، بنسلفانيا، نورث كارولاينا، والهدف هو تحويل معارضة الجالية العربية والإسلامية من أقوال لأفعال، وكل ده بسبب انحياز جو بايدن لإسرائيل. قالوا انه هدفهم هو انه بايدن يخسر الانتخابات القادمة، وقالوا انه رفض الرئيس جو بايدن الدعوة لوقف اطلاق النار في غزة واستخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو ضد وقف اطلاق النار في غزة هو ترخيص امريكاني لإسرائيل عشان إسرائيل تستمر في هذه المذابح والمجازر اليومية. سبب اعتراضهم كمان هو انه الرئيس جو بايدن هو الوحيد اللي يقدر يقف بكده بقلب جامد ويوقف الحرب، هو الوحيد القادر على وقف الحرب، لكنه يرفض ده حتى هذه اللحظة. هما بيقولوا كمان انه بايدن بياخد من ضرائبهم عشان يدفع عشان يشتري أسلحة لإسرائيل، لكن يعني ممكن البعض يقول انه الولايات المتحده فيها 350 مليون نسمه، عدد الناخبين فيها تقريبا 180 مليون ناخب، عدد العرب والمسلمين مش هيبقى مؤثر، لكن اقل عدد في الولايات المتارجحه ممكن يرجح كفه مرشح على حساب مرشح اخر. على سبيل المثال فاز بايدن في 2020 في ميتشيغان بفرق 154 الف صوت. تقديرات التعداد السكاني بتقول انه عدد السكان العرب الامريكيين في الولايه تقريبا 278 الف نسمه على الاقل، يعني الاصوات العربيه او اللي هي امريكيه من اصول عربيه لو اتجمعت فعلا زي ما بيحصل دلوقتي تقدر تنفذ الكلام، يحصل افعال ويبدا في تاثير قوي وواضح على الارض، يبقى صوتنا فعلا مسموع، كلمتنا ليها قيمتها لان احنا قدرنا ننفذها على الارض. حلو قوي انه يعني لو نيتنا تتحول لموقف يبقى شيء جميل، ويا ريت يبقى كده لو حصل وخسر بايدن بسبب تجميع الاصوات العربيه او الامريكيه من اصول عربيه واصدقائهم هيبقى درس للعالم كله ان احنا فعلا مواقفنا لازم يحسب ليها الف حساب. طيب.